على CarPlay لدينا خيارات خلفية جديدة لشاشة السيارة وهي مثالية، ونحن نضيف الدعم لفئات جديدة من تطبيقات في السيارة مثل موقف السيارات. أنا متحمسة لتقديم نسخات رقمية من مفاتيح السيارة. الآن يمكنك ترك مفاتيحك في المنزل وفتح وبدء تشغيل سيارتك باستخدام جهاز آيفون الخاص بك، فإنه يستخدم NFC، وما عليك سوى النقر لفتح السيارة. أضع هاتفي على لوحة الشحن ثم أضغط على مفتاح التشغيل للمفاتيح الرقمية. مزايا أمان موجودون في عنصر الآمن لجهاز آيفون الخاص بك، وإذا فقدت الهاتف يمكنك إيقاف تشغيل مفاتيحك أو إيقافها عن بعد عبر إكلاود، وهي أسهل في المشاركة من نسخ المفاتيح المادية. باستخدام فيديو آمن من هومكيت تكون كاميرتك خاصة تماماً، وفي iOS 14 نجعل الكاميرات تعمل بكفاءة أكبر بالنسبة لك، وستكون قادراً على تحديد مناطق الأنشطة التي تركز على أهم المناطق، وهذا عظيم إذا كنت تواجه رصيفاً مزدحماً وتريد أن يتم تنبيهك فقط عندما يصعد الناس بالفعل إلى باب منزلك. فإن ميزة قوية أخرى ستجلب الكاميرات هي التعرف على الوجوه. الكاميرات المنزلية وأجراس الفيديو ستتوفر الآن على إشعارات أكثر ثراء، ستخبرني من هناك من خلال الاستفادة من الأصدقاء والعائلة الذين تم وضع علامة عليهم بالفعل في تطبيق الصور الخاص بك.